41 سنة بالظبط بيدور عليه، لف عليه كل بلدان مصر، سافر لأكتر من 3000 كيلومتر علشان يوصله، ولما وصله حب على إيده وبكى. حكاية رجل سعودي مع معلم مصري، إيه اللي خلاه يعمل كده بالظبط؟ وإزاي كان رد فعل الرجل المصري عليه؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. قصة وفاء نادراً ما تتكرر، مثال حي إن الخير فينا. مواطن سعودي قضى 41 سنة من عمره بيدور على راجل مصري قد أبوه، دور عليه في كل مصر، كتب وبعت مراسيل لكل الناس علشان يوصل للراجل المصري، وفي الآخر خالص لما وصل له اتضح إن قصته بسيطة خالص، وإن الحكاية كلها على بعضها إن الراجل المصري ده كان المعلم بتاعه في السعودية، وهناك وعلى يده أحسن تربية الشاب السعودي وأحسن تعليمه، اللي حب يرد الفضل لأهله ودور على المعلم المصري اللي سابه من 41 سنة، دور عليه علشان يكرمه ويحب على إيده وعلى راسه تكريما ليه على الإنجاز اللي عمله معاه. البداية من منطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية، هناك فضل المعلم والخبير التربوي السعودي عبد الله ابن احمد قهار يدور على استاذه المصري عبد المنعم القاضي، الراجل اللي ساب السعودية من 41 سنة بالظبط. الشاب السعودي قدر وفهم ان السبب في تعليمه الكويس ده الخير اللي هو فيه كان بسبب الاستاذ عبد المنعم القاضي. طول المدة دي فضل الشاب السعودي يسأل عليه المعلمين الجايين من مصر وما كانش فيه اجابة شافية، كل الاتصالات انقطعت وما كانش لاقي خيط واحد يوصله المعلم المصري عبد المنعم القاضي، لا عنوان بيت ولا رقم تليفون ولا اي حاجة خالص، لحد ما جه في تفكيره فكرة جابت من الاخر. الفكرة هي انه يكتب على الانترنت، يستغل مواقع التواصل الاجتماعي علشان يكون شبكة كبيرة من الناس تحاول تدور معاه وتوصل للمطلوب. كتب على الفيسبوك اسم المدرس بتاعه، وفجأة جات له رسالة من واحد مصري طلب في المصري انه يتأكد من اسم المعلم بالكامل والمحافظة والمدينة اللي يتبع ليها، وفعلا ده حصل. في النهاية قدر يوصل الشاب السعودي لعنوان البيت بتاع المعلم المصري وقرر انه ينزل له مصر. قطع الشاب السعودي مسافة 3000 كيلومتر لمقابلة المعلم بتاعه صاحب الفضل الاول بعد ربنا على اللي هو فيه ده وفقا لكلامه. الحلو في الموضوع ان الشاب السعودي اول ما وصل المطار هنا في مصر لقى في وشه واحد قريب المعلم بتاعه مستنيه. اول ما شافه وشاف العاملين في المطار جه منادي بصوت عالي، يا اخواني المصريين، انتم لديكم كنوزا لا تعرفون قيمتها، انا هنا في مصر قاطعا مسافة 3000 كيلومتر لمقابلة معلمي صاحب الفضل الاول بعد الله فيما انا فيه، حافظوا على بلدكم وكنوزكم. وطبعا قبلت كلمات الشاب السعودي بترحاب وحب شديد من المصريين الموجودين في المطار، الكل اعجب بحبه واخلاصه للمدرس بتاعه رغم كل السنين اللي فاتت عليهم دي. المهم وصل في الاخر الشاب السعودي لبيت المعلم بتاعه المصري، واول ما شافه قام بايس ايده وراسه تعبيرا عن حبه الكبير ليه، وفضلوا بقى سوا مع بعض يفتكروا حكاوي زمان واللي حصل خلال السنين اللي فاتت. الحقيقه ان ده عجب جدا المعلم المصري اللي حس ان تعبه ومجهوده ما راحش هدر خالص، وان الخير اللي عمله واخلاصه في عمله خلوا الشاب السعودي ينزله مخصوص يدور عليه لحد ما يوصله.